اجمل حاجه لما اتكلم على حد فيكلمك يدول لك القضيه. خالد يوسف الحقيقه بيحاول يقلب الترابيزه، يعني يحاول يخلي نفسه شهيد على اعتاب الفن في سبيل الدفاع عن الفن. وخالد يوسف حول قضيته الشخصيه مع هذا النظام اللي خالد كان جايبه، بيحوله لقضيه ان هو بقى شهيد ويكسب تعاطف الفنانين او المثقفين من الحركه دي. لكن خالد لا يدري على الاطلاق ان الفنانين نفسهم هم اللي هيدوسوا عليه بالاقدام. مفيش فنان النهارده او مثقف هيقف يدافع عن خالد، مش لان خالد اخلاقيا داعر خالص، بس لان الموجه عاليه، ولان خالد زيه زي بقيه الفنانين بيشوف فين المكسب او فين القوه وما يقدرش يخالفها. خالد نفسه عمل كده الحقيقه، عمل كده لرجال اعمال، عمل كده المخرج زي يوسف شاهين، عمل كده ايضا لنجيب ساويرس، وعمل كده برضه للنظام العسكري. وزيك زي ما انت عملت يا خالد زمايلك بيعملوا، واذا كان اللي بيحركه واحد فهيقول لزمايلك اتبروا من خالد، هيتبروا عادي جدا. اما انك تدافع عن كار الفنانين وتقعد تقول الفنانين مش كده، اعتقد الناس عارفه خالد كويس قوي الفرق بين عبله كامل وكتير منهم. الناس عارفه كويس قوي الفرق بين فنان محترم بيحترم نفسه وفنان تاني مش بيحترم نفسه. واعتقد ان الفن لو هيتضرب في مصر كان اتضرب زمان جدا، ايام ما اتفتحت قضيه انحراف جهاز المخابرات على يد الاستاذ امين هويدي سنه 68، لما تم تحويل عدد كبير من الضباط للمعاش او للتقاعد بدافع او من خلال قضيه انحراف جهاز المخابرات اللي كانوا فيه بيشغلوا مجموعه من الفنانين. لو الفن هينضرب كان انضرب في القضيه دي للابد. لكن الناس بتعرف تفرز كويس قوي مين ده ومين دي ومين دي. لما ضربت مثل بالسيدة عبلة كامل اتصور انه محدش في مصر ممكن ناس ما تحبهاش، ممكن ناس ما تروح لهاش السينما، لكن لا يختلف عليها احد يعني. انما تعمل نفسك بقى شهيد وانك انت شهيد الفن الالهي، فانسى القصة دي خالص، بطل تمثل يعني. دي واحدة. التانية، لعلك ذقت يا خالد دلوقتي، وانا مش شمتان فيك والله خالص، انا طول عمري عارف يعني انت مين يعني، لكن لعلك دقت دلوقتي لما اتهمت التيار الاسلامي بانهم بيستغلوا الستات وبيوصلها من منطق انها بس اداة للمتعة الجنسية. اتهمت تيار كامل بالكامل بالكامل، في بقى الدكتور يوسف القرضاوي، في الشيخ محمد عبد المقصود، وفي غيره يعني، تيار كبير جدا من الاسلاميين انت اتهمتهم ان دول بيبصوا للست على انها اداه للمتعه. انت قلت ده بمنتهى البساطه على التلفزيون وكتابه وفي السينما. انت اتفتح لك المجال يا خالد انك ترمي طيار كبير ولم تستثني احد، لا مات ولا عاش. اتهمت الطيار ده يمكن من ايام سيدنا محمد لحد دلوقتي بانه طيار بيشوف الست انها متعه جنسيه. اتهمتهم كده رسمي، بينما الحقيقه انت نفسك في افلامك كنت انت اللي عامل كده. انت نفسك في افلامك اللي جبت مشاهد مالهاش 30 لازمه. انت نفسك في افلامك اللي استغليت جسد المراه عشان تبيع منه وتجيب تذكره سينما. انت اللي عملت كده، مش طارق اسلامي. مش دفاعا عن الطيار الاسلامي، ده احقاق للحق. احقاق للحق ان الطيار الاسلامي ده فيه اشرف من عيلتك من اول ادم. كتير. لكن انت اتهمتهم كلهم بانهم ناس كده زي ابو جهل كده بياكلوا ويشربوا والرز يقع على دقنهم وياخدوا الانثى ويتجوزوها ويرموها. انت صورت الطيار الاسلامي كده كلام، كتابه، سينما. لعلك دقت دلوقتي ان ازاي انت اتهمت طيار شريف محترم او في ناس فيه كتير جدا شرفاء ومحترمين، النهارده انت بتدافع عن الفن على اعتبار ان الفن يعني كده ان يريم الحاج اسمها ولا شيماء الحاج هتشوه فاتن حمامه او غيرها. يا راجل اتقي الله في نفسك يا راجل، بطل بقى تعمل نفسك انك انت وان انا بدا انت فجأت حتى في الكلام ده. يعني انا طول عمري اخش لك افلام في السينما واقعد اقول هو خالد مش هيبطل الفجاجه دي؟ صوره عبد الناصر اللي بيداري بيها في دكان شحاته البطل، بيداري بيها الشرخ اللي في الحيط، ايه ده الرمزيه القوي دي؟
ايه الرمزيه الفجه قوي دي؟ وكنت طول يعني انت يا خالد يا راجل ده انت رحت طبلت في فيلم عشان كلمني شكرا على نجيب ساويرس رميت افيه كده عشان ترضي نجيب بيه. الطيار السامي ما كانش عمل كده، مش الطيار السامي كله. كان في ناس وقفت وبتدفع الثمن دلوقتي في السجون وفي الغربه عشان واقفه ضد النظام اللي انت نافقته. خالد الموضوع شخصي. انت راجل بيتك كله ازاز. رحت لعبت مع ناس انجاز. وقفت معاهم. الناس دي ازوك. انا ضد على فكره ان الناس تروج، وعلى فكره واحد بعت لي واحد يعني فيديو من فيديوهاتك والله كتبت له كده، هو صديق شاف البرنامج دلوقتي، قلت له ارجوك انت بتشير ده للناس بتاخد اسم عليه. كما ذكر الدكتور جمال عبد الستار. كل من يشاء بيشير فيديو زي ده بياخد ذنب عليه. فانا ارجوكم ما تشيروش فيديوهات خالد ده. اولا لانها بتلي عن التعديلات او عن الكارثه اللي فيها مصر. ثانيا لانها اسم حرام يعني، خلاص يا اخي جالك امسحه وخلاص. لكن الاقيه على الرسائل الناس بعتهولي تبعته لحد، والحد ده يبعته لحد، والحد شكلها وحش. ما علينا يعني، او يعني اسم يعني. الحاجه الثالثه بقى والاهم ان دي معركه احنا مالناش فيها. ده واحد منهم اتقلبوا عليه، احنا مالنا. واحد سوري نجس كان بيلعب مع انجاس، يعني هيعوز منهم هيتعاملوا معاه ازاي؟ بالطريقه دي. خالد ما تدولش القضيه وما تحاولش تفهم نفسك انك انت يوسف بي وهبي وانك بتدافع عن الفن وشرف البنت زي عود الكبريت، ولو جبت ولاعه يبقى عادي جدا. بلاش تعمل كده، بلاش تبقى فج. قضيه شخصيه بينك وبين عصابه، انت حرامي كنت جوه عصابه. صحيح احنا مسؤوليتنا ان احنا ما نشيرش ده، وانا بطالب اي حد يجي له الفيديو ده يلغيه. لكن ده لا يعنينا. نعم؟ فيديو ايه؟ فيديو ايه اللي معاك؟ نبي علي انت هتهزر، علي بيقول لك معايا الفيديو. اما انا مالي ومال علي ومال توفيق. على كل حال اي حد يجي له الفيديو ده يمسحه، ديليت. انا عملا انا هصدق الدكتور جمال عبد الستار. وانا بصدق الراجل ده، بس. لكن ده مش معناه ان الناس بتداري على خالد. ده معناه ان الناس بتتوقع او يعني بتحاول تخرج من الاذى من الاسم. انما انت يا خالد معروف انت مين للناس كلها، معروف افلامك ومعروف مواقفك، ومش هندافع عنك تعمل نفسك الامام الشافعي يعني. خلاص عصابه حراميه انت كنت معاهم، اختلفتوا مع بعض وسرقتوا سرقه واختلفتوا عليها، خلاص مالناش دعوه، مش قصتنا يعني. لكن كفيديوهات اوعدك، انا بقول للناس اهو اعزائي المشاهدين، راجل ست كبير صغير، اللي يجي له الفيديو ده يمسحه بس يا عم.